مو مشكلة. أنت تزوجت الثانية، طبعا أنا أتكلم من المعددين، هذه سنابات الخاصة للمعددين اللي زوجها تزوج عليها، أنت الأولى لكم أنتم فقط الكلام هذا. تزوجت، الله يهنيك، الله يوفقك على قولتهم، لكن ليش أهملت زوجتك الأولى؟ أهملت عيالك إذا كانوا عندها عيال، وصارت الثانية هي الكل في الكل عندك؟ لا، أنا ما أقصد بالميول القلبي، الميول القلبي هذا شيء فوق طاقتنا، كونك تحب الثانية أكثر من الأولى كحب، أنا أقصد إن قلبك يميل لها أكثر، هذا ما تلام فيه، لكن تلام على العدل، تلام على كل ليلة ما تعدل فيها بينهم. احنا يا الريايل كما جانا طاري الزواج، ايه الشرح على الاربع، الله يقول مثنى وثلاثة ورباع، زين كم من الآية؟ وان خفتم الا تعدلوا ايش؟ واحدة. حديث خطير، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان، عندك الاولى تزوجت الثانية، فمال الى احداهما دون الاخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. حديث صححه الألباني رحمه الله، حديث صحيح ترى. جاء يوم القيامة وشقه مائل، شو ينفعك؟ كم تعيش في الدنيا؟ كم تعيش مع زوجتك؟ 20 30 40 سنة، مردنا الموت وحساب وعقاب والعدل الله راح يسألك عنه. جاء يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل لأنك ما عدلت، لأنك ظلمت. نعم. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، واحدة. هذا شيء. شيء ثاني، بعض الزوجات جاء خبر وصاحت زوجها تزوج أو هو علمها، وأنا أتمنى من الرجال يعني الشجاع، إحنا نسميها شجاعة، هي ما هي بشجاعة بقدر ما هو يعني البعض قد يكون له يعني مبرر للزواج، قد يكون له مبرر للزواج. نعم، ما نقول احنا لا لا، قد يكون هناك مبرر، ولا نحرم شيء حله الله سبحانه وتعالى ابدا، ولن اكون مثاليا، لا لا، تزوج ثانيه من حقك اذا كنت بحاجه لهذا الزواج، لاحظ بحاجه لهذا الزواج. لكن القضيه قضيه اهمال الاولى، اهمال ابنائك، ما عاد تجيهم، ما عاد تعدل، ما عاد تعطيها حقها في الفراش وحقه حتى في المصروف وحقهم في الزيارة وحقهم في الجلوس معهم، نسيتهم، مولية على قولتهم. فاللي أقصد أن ما تكون يعني هي تعرف موضوع زواجك من شخص أو أخرى أو كذا أو غيره، يكون عندها دراية بالشيء ذا. لكن العدل يا جماعة، والله العظيم العدل، الواحد يلا تحمل ذنوبه في الدنيا، فكيف يوم القيامة؟ كيف يوم القيامة لما يسأله الله سبحانه وتعالى، يسألك الله، نعم، تسأل عن كل شيء حتى عن عدلك بين زوجاتك، راح يسألك الله عنه. اللي بأوصل له يا جماعة، إذا أنت مو قد المسؤولية لا تزوج، إذا أنت مو قد أنك تعدل الله عطاك عذر، وإن خفتم ألا تعدل فواحدة، خلك عليها دامك مستانس معها وكذا، هذا شيء. الشيء الثاني، من كل مرأة ابحثي، يعني ما شوف، ما في حد كامل اختي، خليك معي، ما اختي الكريمة، ما في حد كامل، كمال الله، قد يكون في نقص يعني عندك، في مثلا انت مقصرة مع زوجك في الفراش، مقصرة معه في يعني الترتيب، النظافة، اللبس، الكذا، صح يا اخي؟ طيب الزوجة يميني، انا ابي منه، نعم، اثنين، انا اتكلم عن اثنين، بعض الرجاجية يبي من امرته، هو لا، لا يبا، لا 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 لا، مثل ما تبي منها تبي منك بعد، انت يعني البس واكشخ وكذا، يعني قدر المستطاع، حياة زوجية تبادل ترى، ما هو من طرف واحد انا ابغى منها بس، لا، انت كذلك عليك حقوق، فكل واحد لازم يعرف حقوقه حتى ما تفتت هذه الاسرة، وحتى يطلع الزوج يتزوج واحدة ثانية. هذا شيء. شيء ثاني، الزوجة، زوجك الآن تزوج، أنت عندك عيال، ليش تخربين بيتك؟ سؤال،
صار واستوى وانتهى ومكتوب انها حتزوج، خلاص انت ليش الان تخربين بيتك؟ خلاص صار واستوى الشيء هذا، صار وانتهى. احاول اني اخفف الضرر، ما اشتت عيالي، اشتت نفسي، اروح عند اهلي، هذا شيء يجيب لي نعم مره تزعل وكذا. انا ما اقول خليك بليده وخليك مثل هالطوف هذه، لا 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 اختي، هذا شيء يجيب لي فوق الطاقه. حصل بين الصحابيات، فكيف عاد انتن؟ فانت حاولي قدر المستطاع ان تتعايشين مع هذا الامر، حقيقه تعايشين مع هذا الامر، ان هذا الشيء صار وانتهى. لو انا تطلقت منه ورحت وكذا صلح الموضوع، لا زدتي موضوع، الان زدتي الهم هم على قولتك. فلذلك تعايش مع هذا الموضوع، شيء صار واستوى، ولكن الزوج عليك بالعدل. انا امسك العصا من النص يا جماعه، والله ما منحاز لا مع الرجال ولا مع الحريم، ماسك العصا من النص واتكلم بالشيء المنطق والمعقول وبكلام الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عنده 9 نساء كان يعدل بينهم، وكل واحدة لها ليلتها، نعم 9 نساء. بعضنا أخذ حرمتين سوى نفسه اسكت، ما عندي وقت وما عندي. لا يا حبيبي، هذا مطلوب، هذا الشرع عليك، هذا تحاسب عليه يوم القيامة، شقك يجي مايل يوم القيامة إذا ما عدلت بينهم بالمصروف، بالماتل، بالمنام، بكل شيء أخي الكريم. أما والله أنا أحبها أكثر، يا أخي حبها بكيفك، لكن احنا نتكلم بالشيء الظاهر، لازم تعدل بينهم. لكن ان بغيت نصيحتي، انت مستانس مع زوجتك وامورها طيبه وفي بعض الاخطاء ممكن تتصلح، انا اقول خلك عليها، خلك عليها. هذا كلام يا جماعه كيف قلته؟ لان كثير اعرف من اخويا عددوا، يعني ان النسبه، اعطيكم نسبه 8% فشل، 8% ثم 8% جوني، والله هذا أخوياي خاصين بصراحة، والله العظيم أخ، بس أنا خربت الأول والتالي وماني سعيد في زواجي. 12% نجحوا، اللي أعرفهم أنا، ما أقيس على، لا أعرفهم أنا. فلذلك أنت مستانس مع زوجتك، طيب ليش زوجت؟ والله زوجتي عندها كذا، أو أنا والله يعني أبى أتزوج صراحة، زوجتي من قصة بس أبى أتزوج. كلام مو بس والله طقها والحقها وامشي، لا يا اخي الكريم، يبغى له تروي، يبغى له جلوس، يبغى له هدوء، يبغى له مناقشه بينك وبين نفسك، مناقشه بينك وبين من تحب، في اخطاء ممكن تتعالج، كلنا عيوب. اذا انت تشوف قصور في زوجتك ممكن هي تشوف قصور فيك، ومتحملتك وساكته وصابره ومحتسبه. فنحاول انه بقدر المستطاع اننا نحاول بقدر المستطاع ان نحل امورنا بيننا قبل ان تتزوج وتخدم على الزواج، فكل شيء يتصلح يا جماعة. عقرته ما في مثل الحب الأولي، نعم ما في مثل الحب الأولي. فهذا الكلام والله للزوج، عليك أول شيء بالعدل بين زوجتك، تزوجت هذا الشرع محلل، والشرع قال لك إن خفت ما تعدل خليك على الوحدة. الزوجة كذلك، الدنيا مي منتهية وله رايحة، إذا زوج صورة تزوج عليك لا والله، عيشي حياتك واستانسي، وفي بيتك وحقوقك تاخذينها، حقوقك تاخذينها بإذن الله. أما أني والله أدمر الدنيا عشانه، لا والله كيفه، عرفت كيف؟ فأسأل الله أن يوفقنا وياكم ويسعدنا وياكم. هذا موضوعنا كان اليوم عن التعدد، واعرف ليش تتعدد. السلام عليكم. السلام عليكم. بخصوص موضوع تكلمت فيه عن التعدد والعدل والزوجة تعيش حياتها إذا زوج تزوج عليها، المهم كلام طويل قلناه، لكن في نقطة يا جماعة وشغلة لازم أذكرها بخصوص الزوجة الثانية، ترى ما لها ذنب. ليش يسمونها خطافة الريايل؟ ليش يكرهونها يحقدون عليها؟ هذا شيء يجيب لي أنت ما تحبين ضرتك، ها؟ لما رحم الله يعني احنا ما نقول حبيها وروحي لها وكذا، إن قدرتي فجزاك الله خير، ما قدرتي لكن لا تحقدين عليها، لا تسوي لها مشاكل، لا تسوي لها، ما لها ذنب. زوجة وتقدم لها رجال بتشوف نصيبها وتزوجت، ما أذنبت ولا كفرت ولا أخطأت لما أخذت شخص متزوج،
هذه يا اخوان اقولها بانصاف حقيقه، لان المراه الثانيه دائما ايضا ما ننصفها في كثير من الكلام، فانا اقول لا هي ما لها ذنب، جاها نصيبها وتزوجت الله يوفقها. وايضا بعض الرجال يتقدم ياخذ الثانيه، فلما ياخذ الثانيه ينصدم انه ما كان يتوقع كذا الامر، فلما ياخذ الثانيه تزيد عليه المسؤوليه والصرف والروحه والجيه والعدل وحوسه الحريم وتخابر انت عاد، فيبدا يكره من الثانيه باعتقاده هي جابت لي مشاكل هذه كلها، مع انه فكر وتزوج، فيبدا ايش خلاص يسحب عليها. ترى فيه احنا مثل ما قلنا ان بعضهم يسحب على الاولى، لا في بعضهم يسحب على الثانيه، وهذه صارت معي استشارات كثيره، اقسم لكم بالله استشارات كثيره، اخذت الثانيه وبناد وندمت، تكفى ابي الحل، ايش ذنبها؟ والله ما عاد اجيها، ما عاد انيها، حلوه وما شاء الله عليها وكل شيء وطيبه، بس اني خلاص من كثر المشاكل كرهتها، ليش تزوجتها؟ ليش؟ اذا انت متكفو مو مكفو مو قد الزواج ومسؤوليه، ليش اخذتها يا حرام؟ ليش؟ وقطها ثم طلقها وكانت ضحيه هي، ليه؟ اللي كلمني هذا حارب لاخر لحظه وخسر ممكن اشياء كثيره مقابل انه ايش؟ ياخذ الثانيه. هذا كلمني شخصيا اعرفه من سنتين او ثلاث سنوات، واخذها اسبوع كان يتصل علي يوميا، عقب ما اخذها قال يا ابو يوسف ليتني ما اخذتها. ليه؟ ليش صار معك؟ احبها واموت فيها، كثرت علي مشاكل الامور وكذا ومدري ايش، وفكر اطلقها. ليش يا حبيبي تقدم من اول شيء؟ علمتك؟ قلت لك؟ قال لي والله قلت لي، بس لكن ما لها ذنب هي باللي حصل. انت قدمت وهي وافقت واهلها وافقوا واستانست وفرحت، الحين بعد اسبوع جاي تكلمني تقول بطلقها؟ حلو ولا لو انك عندي؟ اي والله. اللي بعض الناس ماخذ الزواج لعبه، ماخذ التعدد لعبه، ثم طاح الفاس بالراس قال بطلق. فعشان قفل موضوع ان الثاني ما لها شغل وما سوت جريمه ولا ارتكبت اي جريمه، فقط انها وافقت تشوف حياتها. الشيء الثاني الزوج اذا تزوجت الثانيه ثم كثرت عليك الدائره والامور ثم يقول تحسف وليتني ضال على الاولى وتطلق، هذه مشكله. اخذت اقدمت خلاص انت بتكسر قلبها وخاطرها. وحل امورك وفكر قبل ان تقدم على الزواج من الثانيه. انت كلمة طبعا اليوم كلمة معددين قبل لا تقدم على الثانيه، ترى الامر بلا تفكير وجلسه مع النفس، مو طق طق رحت. لا، ناس كثير قالوا الكلام هذا وكلموني بعد اسبوع اسبوعين والله اندموا، وفي ناس لا والله الله يوفقهم. فانا اقول هذا الكلام من باب ان الانسان ما يستعجل، والثانيه ما تكون ايضا ضحيه. احنا نتكلم حق الاولى، كذلك الثانيه ما يعني تكون الضحيه.